ومن الأخبار اللي تم تداولها اليوم كان خبر إشادة مندوبة أستراليا في مجموعة السيدات دول مجموعة العشرين في السعودية إيرين واتسون لين بدور المملكة العربية السعودية بتعزيز دور المرأة والمساواة بين الجنسين. وضحت أنه عام 2020 راح يكون عام المملكة في تحقيق هذا الهدف. جميل. والشباب وحوارنا السياسي لتحقيق النمو المستدام.